أهلا بكم في هذا اللقاء مع اللواء أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية على هامش الاجتماع الذي عقده في محافظة بني سويف مع محافظي شمال الصعيد، وهي ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي يعقدها مع المحافظين. نتناول في هذا اللقاء العديد من الموضوعات الخاصة بأقاليم مصر ومشاكلها وأوجاعها والخطط والبرامج التي تنوي الوزارة تطبيقها خلال المرحلة المقبلة. أهلا بك مع الوزير مع قناة الجزيرة اهلا ومعالي مصر. وسهلا، كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب. لو احمد زكي عابدين يعني معروف، يعني كنت محافظ لبني سويف ثم كفر الشيخ، وعرف عنك يعني بالاداء الجيد، وهناك ردود فعل واسعه في الشارع يعني استحسان من اداء اللواء احمد زكي عابدين. يعني هل يمكن ان تطلعنا على اهم المعايير التي يجب ان تتوفر في الشخصيه التي تتبوأ هذا المنصب الحساس الذي يجب ان ياخذ دوره وياخذ اهميته خلال المرحله المقبله؟ اول معيار هو الامانه والسمعه الطيبه والكارير او سابقه الاعمال او اللي بنسميه السي في الطيب الذي اثبت فيه المرشح كفاءه في الوظائف السابقه التي تولاها او الاعمال التي اكلت اليه. تاني حاجه بندور في صحيفه الاحوال الجنائيه انه ما يكونش له اي سابقه مخالفه للقانون ايا كان. تالت حاجه بندور على قوته وقوه شخصيته وشده انتمائه لهذا الوطن، لان المهمه الجايه مهمه صعبه جدا. الفترة الجاية دي فترة صعبة جدا. بنفكر في وطنيته، لأن هذه الوظيفة تتطلب مواطنا وطنيا قويا. نعرف زي هذه الموضوع. بنجتهد. بنجتهد، بنسأل وبنجتهد وبنجيب الجهات الرقابية نسألها، وبنجيب الناس اللي عامل معاهم قبل كده، وبنسأل من يحيط به، وبنشوف تجاربه. بنجتهد، لا علينا أن نجتهد، مش كده ولا إيه؟ مظبوط. إحنا بنجتهد في هذا. ان شاء الله نحقق النجاح، لان احنا ناويين خير ان شاء الله. طب يعني هذا الموضوع يعيدنا مجددا الى موضوع الكوتا. يعني مصر منذ يعني عقود طويله هناك عدد معين من رجال الجيش والقضاء، هل هذا الموضوع ولا على اساس ان هذه الفئات فئات متفوقه في المجتمع او فئات لها امكانيات اكبر في المجتمع؟ هذا غير صحيح. مجتمع مليء بالكفاءات، وعلينا ان نبحث عنها وننقب عنها حتى نحصل عليها، ولا نحصر نفسنا في نطاق وظائف معينة أو فئات معينة، لأن كل أنت متوسع القاعدة تحصل على أكفأ الأكفأ والأكفأ. هناك شخصيات عامة، هناك شخصيات مهنية، هناك شخصيات حزبية، في كثير. فإحنا بندور على الكفاءة أينما كانت. طب حتى لو كانت الكفاءة سيدة؟ يا ريت، نتمنى أن يكون هناك كفاءات سيدات، وإذا وجدنا كفاءة سيدة سنعينها فورا فورا. وأنا طلبت المجلس القومي للمرأة أن يرشح لنا بعض السيدات الفضليات، واحنا كمان بندور على سيدات فضليات، بس في هذه الظروف الصعبه عايزين سيده المراه الحديديه بقى. لابد ان نحصل على مجموعه من السيدات لها مواصفات المراه الحديديه حتى تستطيع ان تصمد في هذه الظروف الصعبه. لكن ان شاء الله هنلاقي سيده، وان شاء الله هنعين سيده اذا لقينا سيده تصلح. يعني فكره التعيين، يعني هناك من ينادي في الشارع بفكره انتخاب المحافظ، هل اللواء احمد زكي عابدين يرى ان الاجواء ملائمه في الوقت الراهن؟ انا من اول واشد من ينادي بانتخاب المحافظ، ودايما كنت بنادي بكده وانا محافظ، وحاليا انادي بذلك، وطلبت ذلك في مجلس الشورى، وطلبت ان يساعدوني ويدعموني في العرض على الجمعيه التاسيسيه بهذا الراي. هناك من وافقني وهناك من عارضني، وهذا حريه الراي، كل واحد له راي. ايه المبررات اللي جعلت اللواء احمد زكي عابدين مقتنع بفكره انتخاب المحافظ؟ ارى ان المحافظ المنتخب محافظ قوي، وراه قاعده شعبيه تؤيده، يستطيع ان ينفذ ما يريد دون خوف، يستطيع ان ينفذ بجراه لانه وراه من يسنده. الحاجه الثانيه، لا يزعم احد ايا كان انه الشعب وانه ينادي برحيل المحافظ كما يحدث الان. يجتمع 50 60 واحد ويقولوا الشعب يريد اسقاط المحافظ. من الشعب؟ 50 واحد اللي واقفين بره؟ لا، عندما يكون منتخبا لا يستطيع احد ان ينادي بعزله او بذهابه الا الشعب الذي انتخبه، فيبقى في استفتاء على رحيله. يبقى اذا احنا النهارده بنتكلم على محافظ منتخب قوي لانه مسنود بقوه شعبيه. الشعب المصري كمان لا يقبل بعد الان اي سلطه غير منتخب. اديك شايف اللي بيحصل في الشعب. اول ما قبل يقول لك انت مش منتخب، انا منتخب وانت مش منتخب. فاحنا عايزين نضحط هذه الحجه، خصوصا الفتره الجايه محافظ يبقى منتخب، له قاعده شعبيه، له برنامج، في ناس بتؤيده، في ناس بتعارضه. اذا لم يحقق امال من انتخبوه هيمشوه. يعني معنى ذلك انت مع فكره ان يكون المحافظ من نفس المحافظه، من ابناء المحافظه؟ بالتاكيد. بالتاكيد لابد ان يكون من نفس الناس. كيف تنتخب الناس محافظ من بلد اخرى؟ لابد ان ينتخبوا محافظ من مواطنيهم. واعتقد ان كل محافظه غنيه بابنائها الذين يستطيعون بس هو الانتخاب ده بقى يتم طبقا لضوابط. يعني مش كل من يريد ان يرشح نفسه، لا،
سنضع ضوابط صارمه لوظيفه المحافظ. ايه اما دي ضابط؟ انا قلت لك اول ضابط الامانه، ثاني ضابط الكفاءه المهنيه فيما تولى من اعمال. انا بقترح ضوابط. يعني اذا كان معالي الوزير، يعني اذا كان عندما فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسه راينا يعني اكثر من 1000 شخص يعني سحب الاوراق، لم يكن هناك ضوابط. اول ما حطيت ضابط، اول ما حطيت ضابط بقوا كام واحد؟ يعني بيو 11 واحد، مش كبير. لكن لما كنت اطلقتها دون ضوابط كل واحد ماشي في الشارع عايز يبقى رئيس جمهوريه، لكن عندما تضع الضوابط كل واحد هيفكر هل ينطبق عليه الضوابط ولا لا. اذا راى انها تنطبق عليه بيرشح نفسه. افرض رشحوا نفسهم في بني سويف 50 واحد، اللجنه المخوله دي القويه جدا اللي نحسن تشكيلها تبتدي تشوف الضوابط تنطبق ولا لا. انطبقت الضوابط على 4 أو 5، يبقى اذا نحن موافقون على واحد من الاربعه دول، مش كده؟ اخترنا حطينا الضوابط تنطبق، يبقى كل من اي واحد ينجح منهم تنطبق عليه الضوابط. انا قبله كمحافظ اطرحهم على الناس ينتخب واحد من الاربعه، يبقى انا ضربت عصفورين بحجر، اخترت واحد طبقا لضوابط سليمه ثم طرحته على الناس فانتخبوه، فيبقى انا اديت محافظ هنا مواصفاته صح منتخب. طب ايا كانت الطريقه التي يتولى بها المحافظ منصب سواء كان بالتعيين ام بالانتخاب، يعني هناك ايضا يعني قيود و يعني تغل يد المحافظ في ادائه الجيد. هنا نعود الى فكره اللامركزيه، يعني هل احمد زكي عابدين من خلال عمله كمحافظ اكيد يعني لمس هذه الاوجاع واكيد يحاول شخص الوجع ويحاول ان يشخص العلاج ايضا، يعني متى نرى ان المحافظ يعمل بحريه وطلاقه في محافظته؟ لو انت حضرت معانا الاول من اول ما جينا هنا واحنا قاعدين في القاعه جوه، انا احلم باللامركزيه. اشتغلت فتره طويله جدا محافظ وكان حلمي اللامركزيه، لان كانت المركزيه تعيق عملي تماما وتغل يدي تماما زي انت بتقول. فانا مصمم بعد ما بقيت وزير ولي السلطه ولي راي مع الحكومه والحكومه استجابت لذلك واصبحت فكر الحكومه وخطتها المستقبليه ان تحقق اللامركزيه الكامله في المحافظات. ده يدي المحافظ قوه ويدي له قدره على التصرف السريع طبقا لظروفه، وطبعا معاه الجهاز التنفيذي بتاعه ومعاه الجهاز الشعبي المنتخب. هذه المجموعة عندما تتحرك بلا مركزية كاملة ستحقق الكثير، ولكن مش على كيفها برضو. تتحقق ضمن خطة وضعتها الدولة لكل محافظات الدولة منسقة مع المحافظ وموافق عليها هو وجهزته، يعني هو يشترك في التخطيط العام على مستوى الدولة حتى يكون راضي عن هذه الخطة وموافق عليها، ثم يترك له حرية التنفيذ كاملة بجميع الصلاحيات والسلطات، ويكون دور الدولة هنا هو الدعم المادي والدعم الفني والمراجعة وتقديم المعاونة والإشراف والتفتيش والتقييم. هل بالفعل نحن مقبلون في المرحلة المقبلة على ترسيخ فكرة السياسة بغض النظر جاء شخص أم ذهب شخص؟ يعني هل نحن مستعدون إلى هذه المرحلة؟ يعني هل هناك الأفاق مفتوحة ليطبق على الأرض هذا الكلام؟ ما تم حتى الآن في مصر من بداية ثورة 25 لحد الآن بيقول ان احنا بنعمل كده. ذهبت اشخاص وجاءت اشخاص، مش كده؟ بدانا نضع سياسات، بدانا نضع دستور، بدانا ننتخب رئيس وننتخب مجلس الشعب، بدانا نحقق حاجات كتيره في طريق الديمقراطيه. يبقى اذا احنا ماشيين في سكه سياسات، ما هو الديمقراطيه هي سياسات وليست اشخاص. محدش انت شطارتك ان تنفذ ما خططته الدوله. يفرق بيني وبينك ايه كمنفذ او كمحافظ؟ انا استطعت ان انفذ 90% وانت نفذت 70%، يبقى انا احسن، او انت نفذت اكتر تبقى انت احسن. التنفيذ ده بيتوقف على تصرفاتك، امكانياتك الشخصيه، قدرتك على العمل، قدره انك تدير من معاك من مرؤوسيك، هو ده الفرق. لكن لازم كلنا نكون بنشتغل في اتجاه واحد عشان لما تتغير كمحافظ ما يجيش محافظ يقول الكلام ده كله غلط. لا، ملزم ان يكمل ما بدات. هو عمل من الخطه 20%، انت تبتدي من 20% وتلتزم، تفرق انك انت هتنفذ احسن. طب يعني ايضا يعني تنفيذ هذه الخطط وهذه السياسات يحتاج الى تمويل. يعني متى يعني تحتل وزارة التنمية المحلية مرتبة متقدمة في الموازنة العامة، يعني على أساس أنها تتعامل بشكل مباشر مع المواطن الذي هو لب المشكلة أو الذي هو السؤال هو يعني إيه خطة؟ خطة يعني أن تحصل على أكبر خرج وأكبر عائد من إمكانيات موجودة عندك. ما أنت الإمكانيات أنت ما لست حر التصرف في إمكانياتك. مزبوط. إمكانياتك أنت ملتزم بيها، شطارتك أن تخطط لأحسن استغلال لهذه الإمكانيات. إحنا لدينا إمكانيات معقولة في وزارة التنمية المحلية ليست قليلة، وهنساهم بيها وهنساعد. كذلك الحكومة بتساهم في المحافظات بأعمال مركزية، ولكن يعني هذه الإمكانيات لما أضع الأعمال المركزية بتاع الحكومة والفلوس اللي بتخصصها وزارة التنمية المحلية في ميزانيتها للمحافظات هتجد انه ليس قليلا، ولكن هو المحافظ بيتحكم ويسيطر على الجزء المحلي بتاعه اللي هو مثلا في محافظه مثلا بني سويف مثلا 80 مليون جنيه في السنه، ده له حاجات معينه بينفذها.
في بعد كده 800 مليون جنيه او مليار جنيه بتنفذه الحكومه المركزيه. انا هحط المليار ده تحت تصرفه برضه وتحت اشرافه الشخصي، فيستطيع ان ينجز الكثير من هذا المليار، واخد بالك؟ لانه هو اللي موجود في الموقع، هو اون ذا سبوت، هو اللي فاهم اهل مكه ادرى بشعبها، الناس عايزه تعمل ايه، هو عايز يطلع احسن خرج. يعني عندما نتكلم عن التمويل مع الوزير نتحدث عن الفساد الموجود في المحليات والصناديق الخاصه، يعني هناك لدرجه نتيجه الفساد الموجود في المحليات واهدار اموال الصناديق الخاصه، هناك من يطالب باعاده 75% من هذه الاموال الى الموازنه العامه و25% فقط تنفق على يعني متى يمكن ان تستغل اموال الصناديق الخاصه بشكل جيد في يعني داخل كل محافظه؟ يعني انا الحقيقه يعني ارى ما تقول غير صحيح. انا اشتغلت محافظ لفتره طويله في محافظتين، وكنت وانا وزملائي كلهم وانا متاكد نحسن تماما استغلال الصناديق الخاصه. لسه شرط بني سويف ولا كفر الشيخ، انا بتكلم بشكل عام، يعني بتكلم بشكل عام. انا محافظين بنجتمع وبنتقابل وعارفين بنعمل ايه، مش حاجه بتستخبى في البلد. يعني اصل الصناديق الخاصه اللي موجوده تحت امر المحافظ ليست بالطريقه الواسعه اللي موجوده في اغلب المحافظ المحليات، يعني كل محافظ والمحليات، ما فيش حد يقدر يصرف، ما حدش يقدر يصرف مليم من الصندوق الخاص غير بامر المحافظ. من وجهه نظرك هناك خمس ملفات وعد بها الرئيس مرسي خلال 100 يوم، الامن والخبز والوقود، يعني قطعه 100 يوم، يعني من وجهه نظرك اكثر الملفات انجازا حتى هذه اللحظه؟ انا شوف، انا متاكد وبقول اهو قدامك وقدام كل الناس، هناك تقدم في كل الملفات. قد يكون التقدم مش اللي احنا نرجوه او اللي احنا عايزينه، لكن على اي حال هو تقدم ملموس وايجابي جدا. طبعا على راس كل هذا هو الامن. الامن، لان الامن بينعكس على كل الملفات الباقيه، لان لا نظافه بدون امن، مش كده؟ ولا تموين بدون امن، ولا خبز بدون امن. الامن انا اعتقد ان كل الناس لمسه في الشارع المصري الاسبوعين الاخرانيين دول هناك تقدم ملموس في الامن، انا اشهد به وانا بتحرك في المحافظات، مش بتحركش، وبتحرك في الشوارع، ومش بتحرك في الشوارع الرئيسيه، بتحرك في الشوارع والحارات. الامن بدا يعود، بدا يبقى ايجابي، بدا يتخذ خطوات جاده، بيحقق نجاح مضطرب ونجاح ايجابي. قد يكون هذا النجاح الناس لسه مش هو ده، لكن ادونا وقت وان شاء الله هيعود، لان الامن دلوقتي بقى مكلف بمهام كثيره جدا. النهارده الامن بيشتغل في السلاح، بيشتغل في الجرائم اليوميه، بيشتغل في الجنائي، بيشتغل في التحرش الجنسي، بيشتغل في المخدرات، بيشتغل في قطع الطرق، بيشتغل في قطع المجاري المائيه، بتعدي على الارض، اصبح له مهام مكلف بمليون مهمه، وهو يسعى الى ان يحقق هو العصب. انا بقول الامن تقدم، بقول النظافه تقدمت، تستطيع ان تتجول في مدينه بني سويف وفي حواريها هتلاقي في تقدم كبير جدا، هتروح المنيا هتلاقي في تقدم، اسماعيليه في تقدم، في تقدم، صحيح ما وصلناش، هتلاقي شويه اكوام زباله. المهم بدانا وبنشتغل كويس. وبعدين مش معنى ان انا اروح اصور كومين زباله ان معناه ان البلد كلها وسخه، لا يا اخي، صور كومين زباله وصور منطقه كبيره نظيفه، فاحنا في سبيلنا وماشيين كويس. وبعدين برضو موضوع ال 100 يوم، يعني ما تقفلوهاش علينا كده، 100 يوم يعني 100 يوم، ياخد اليوم 120، بس المهم احنا نحقق تقدم كبير في ال 100 يوم، وبعدين ناخد 100 يوم كمان، وبعدين نرسي القواعد الاساسيه في ال 100 يوم دي ونتحرك عليها بعد كده، وناخد 100 و100 بعد كده ونتقدم ان شاء الله. طب يعني حضرتك، يعني النقود الى يعني هذا التجول الذي تقوم به من اقليم الى اخر، وانت يعني اول من طبق فكره الاقاليم، يعني لماذا هذه الفكره؟ وهل هذه ستجعل العلاقه اكثر سريعه ومباشره ما بين الحكومه والمحافظين، ام ان هناك اسباب اخرى دفعت اللواء احمد زكي عبدين الى يعني تطبيق هذه الفكره؟ انا وانا محافظ كنت بحلم بفكره الاقليم. يعني لما كنت محافظ بني سويف كانت المنيا والفيوم، تلاقي ان احنا متكاملين، لدينا حدود مشتركه، لدينا اراضي صحراويه مع بعض، لدينا اراضي زراعيه، لدينا مجاري مائيه بترينا احنا مع بعض، يعني تروي الفيوم وبني سويف والمنيا مع بعض، فاحنا مشتركين في حاجات كتير جدا. فكان فكره الاقليم دي ايه؟ ان احنا نتكامل، يعني لما نيجي نعمل مشروع نعمله مع بعض، ما يبقاش المحافظه لوحدها تشتغل لوحدها. فكنت بحلم بفكره الاقليم، ان يبقى الاقليم متكامل اقتصاديا. بحلم كمان الاقليم يقولوا حاجه اسمها المشروع القومي، يعني مثلا اللي على ساحل البحر المتوسط يعمل استزراع سمكي ومناطق سياحيه، محافظات كلها مع بعض، لان ما ينفعش محافظه لوحدها، لان الطريق اللي بيخدمهم واحد، خط المياه اللي بيخدمهم واحد، محطة المياه اللي بتخدم المحافظات واحد، فهم فعلا تقدر تقول ان هم بلد واحدة. ففكرة الإقليم فكرة جيدة انك تنجح في مشروعات ذات طابع قومي. المصريين تعودوا على انهم يجيدوا عندما يكون هناك مشروع قومي. اديهم مشروع قومي تلاقي الناس تجيد. يعني عايزين نستصلح مثلا 50,000 فدان في الحته دي، يلا كلنا مع بعض، تلاقي الناس كلها تيجي كلها. طبعا ذلك ممكن تكون في موازنات مشتركه. اكيد
تأكيد هيبقى في مشروعات مشتركة، لأنه الظروف الجغرافية واحدة، الظروف الطبيعية واحدة، الظروف المعدنية، الإمكانيات المعدنية واحدة، الإمكانيات البيئية واحدة، الطقس واحد، فلا بد الإقليم ده يتكامل مع بعض. طب أنت الآن يعني في إقليم شمال الصعيد، وإقليم شمال الصعيد يعني من آلاف السنين يعني استغله أو بنى عليه سيدنا يوسف عليه السلام نهضة اقتصادية لمصر. هل تعتقد أن هذا الإقليم يعني مؤهل الآن ليحقق نهضة اقتصادية على الأقل في المجال الزراعي؟ هو سيدنا يوسف قال إيه للعزيز؟ قال له اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. إن شاء الله نلاقي ناس حفيظ عليم يعملوا زي سيدنا يوسف. نعود إلى فكرة الأمانة مجددا. الأمانة والكفاءة، ما هو ما قالوش حفيظ بس، قال له حفيظ عليم. فاحنا بندور على الحفيظ العليم عشان نجيب ناس حفيظ عليم يعملوا زي سيدنا يوسف. وسيدنا موسى بنت سيدنا شعيب قالت له ايه؟ قالت له ان خير من استأجرت القوي الامين. عايزين القوي الامين الحفيظ العليم، واحنا نعمل زي سيدنا يوسف وسيدنا موسى ان شاء الله. طب يعني هذه المعايير لو انطبقت على اي من الاقباط او السادات سيكون محافظا؟ يا مرحبا بالاقباط. يا مرحبا، بس قلنا عايزين ننسى الانتماءات يا جماعه. مش ممكن نفكر بالطريقه دي. احنا طب انا عرضت على كثير من الاقباط وهم ذو شخصيات يعني وطنيه من الدرجه الاولى، وناس اعتذرت منهم وفي ناس وافقت. يعني عندما اعلن الدكتور هشام قنديل تشكيل الحكومه، قال وبالفعل هذا ما وضح انه اعتمد على معيار الكفاءه في اختيار الوزراء. يعني هل هذه الفكره يعني انت ترجح انها ستطبق؟ ده لابد ان تطبق. يعني انت ساعه تجيب واحد مسؤول مش كفء، قد تجتهد ويطلع مش كفء. على فكره ده اجتهاد برضه، ما انت ممكن تجتهد وتلاقي مثلا نجحت 80% تغير، ما فيش اي مانع. لكن انت تجتهد، واذا اصبت فلك اجران، واذا اخطات فلك اجر. طب بحكايه يعني الذي يجيد والذي يقصر، يعني هناك من يطالب بمنح المجالس الشعبيه المحليه حق الاستجواب وسحب الثقه من المحافظين. هناك من يفكر في ذلك. انا لست مع ذلك في الفتره الاولانيه. ليه؟ لو عملت كده كل اسبوع هتغير محافظ. ليه؟ نحن نحب في طريق الديمقراطيه. ليس بالضروره ان هتاتي به المجالس الشعبيه المحليه هي افضل العناصر، لان احنا لسه المواطن المصري ما زال يبدا الديمقراطيه بعد انقطاع طويل. قد يخطئ بعض الناس في الاختيار، وقد نأتي بمجالس الشعبية فيها عناصر ليست على الدرجة المطلوبة، وبالتالي قد تتحكم المصالح الشخصية في موضوع الاستجوابات. هذا ما أرى، هذا رأيي، وهناك أراء كثيرة، لكن أنا أرى أن احنا نستنى شوية في حكاية الاستجواب، وأن يكون للمجالس الشعبية حق عزل المحافظ أو إقصائه. ليه؟ لأن احنا لسه ما وصلناش لمستوى الديمقراطية اللي يخلينا نتصرف بطريقة سليمة في المطالب وفي التقييم وفي الإجراء. طب هل للمحليات دور في زيادة الوعي لدى الشارع حتى يعني نسير بش؟ أقصد إيه بالمحليات؟ يعني أقصد الأجهزة التنفيذية. التنفيذية كل الدور. هو ده اللي زيادة الوعي عند طبعا. ده المحافظ هو رئيس البلد، وهو بالنسبة للناس هو رئيسهم، وجهازه التنفيذي هم اللي بينفذوا الاعمال، وهم اللي بيشوفوا مصالح البلد، ولهم كل التاثير اذا اجادوا على فكره واحسنوا وضربوا القدوه الحسنه، والناس اعتبرت وابتعدوا عن الشبهات واشتغلوا بجد ووصلوا للناس. الناس هتأيدهم بطريقه لا تتخيلها. طب سؤالك الاخير مع الوزير، نعلم ان لديك موعد يعني يتعلق من خلال التجوال، من خلال يعني التعرف عن قرب على المحافظات، اكثر المحافظات التي ترى انها اهملت خلال المرحله الماضيه وبحاجه الى ان تاخذ حقها خلال المرحله المقبله. شوف، توزيع الدخل في الفتره السابقه كان بيعتمد على اجتهاد كل واحد الشخصي ووصوله الى اهل الحكم. يعني اذا كنت قادرا على الوصول الى الحكم كنت تاخذ اعتمادات اكبر، اذا كان دمك خفيف شويه بتاخد اعتمادات اكبر. يعني لم يكن التوزيع عادلا. كان التوزيع بيعتمد على درجه قرب المحافظ من اهل الحكم. اذا كان قريبا وبيجيد ان هو يتواصل وبيجيد العلاقات العامه وبياخد اكتر، ليس المعيار الكفاءه او الانجاز في العمل. الكلام ده انتهى. كل واحد هياخد حقه بالظبط طبقا لما لديه من مشاكل ومسؤوليات، وطبقا لاجادته في تنفيذ الاعمال. فهو ده اللي لازم نعمله، معيار العدل ده. كان في حاجات مهمله وكان في حاجات مش مهمله. كان في محافظات بتاخد امكانيات هائله جدا، وكان في محافظات تانية تتسول. الكلام ده مرفوض،
كل واحد هياخد مظبوط على قد عدد سكانه، على قد المشروعات اللي عنده، على قد إنجازاته، على قد قدراته، على قد شغله. هو ده المعيار الوحيد. يعني هل نفهم من ذلك أن ربما المحافظات ذات الثقل السكاني الأكبر هذا كان غير موجود في الله؟ غير موجود. أنا قلت لك كان غير موجود. أنا أقدر أعمل حفلة كويسة، أقدر أعمل كذا، أقدر أقابلك كويس، أقدر خلاص أدي لك. لكن أنا راجل ما بعرفش أعمل كده، أنا راجل بقى ما فيش. فدلوقتي الكلام هيبقى مش كده خالص، الكلام هيبقى المعيار معيار عمل، معيار إجادة، معيار ناس. محافظة فيها 4 مليون غير محافظة فيها مليون، مش كده؟ ده لازم ياخد قد ده، مش قده يعني 4 مرات بالظبط، لكن لازم يراعى، كل الاعتبارات هتراعى. طب معلش يعني ماذا عن سيناء؟ في أهم، شوف توب بريوريتي للحكومة المصرية سيناء. ليه؟ سيناء دي كنز. أنا على فكرة كنت زمان رئيس جهاز المركزي للتعمير، وكان عندي حاجة اسمها جهاز تعمير سيناء. وقبل كده كنت ظابط في الخطوط الصحراء اللي لفيت سيناء كلها. سيناء كنوز. كنوز احنا سايبينها كده. فيها كل ما تتخيلوا، فيها تعدين، فيها زراعة، فيها صناعة، فيها سياحة، أمن قومي. وعشان كده اتعمل جهاز تنمية سيناء، اترصد له مليار جنيه السنة دي، تعيله رئيس جهاز. بيتم التنسيق دلوقتي مع المحافظين الموجودين هناك عشان تنطلق مشروعات تنمية سيناء إن شاء الله انطلاقا جيدا بإذن الله. شكرا جزيلا. يعني بالحديث عن سيناء نكون قد وصلنا إلى محطتنا الأخيرة في اللقاء مع اللواء أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية. فشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.